هو في هذا الصيف اللي هذا أخذ فيه كان على رادار ثلاثة أندية، أهمهم وأولهم برشلونة. وبحسب ذا أتلتيك، حسب واحد من أكثر مصادر ذا أتلتيك موثوقية اللي هو ديفيد أورنستين، قال بالنص أن برشلونة حاول ياخذه هذا الصيف ولكن ما منعهم إلا المال. هذا بحسب أكثر صحيفة موثوقية بالنسبة لي في العالم كله، وأتوقع بالنسبة للجميع. لكن بحسب ترانسفيرس ماركت، أكثر موقع متخصص في الانتقالات على مستوى العالم، لو دخلت على صفحة روبن نيفيز اليوم تلقى فيه خبر منشور قبل 10 أيام عن اهتمام يونايتد وأرسنال في روبن نيفيز، وهذا منطقي جدا 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 منطقي، بخلاف أنه لاعب كبير 6 سنوات في الدوري الإنجليزي، رتم متصاعد، عمره 26 سنة، يعني ذروة العمر، بالإضافة إلى أنه قدم أفضل موسم له مع ولفرهامبتون اللي هو الموسم الماضي، فمرتفع مستواه. أضف على ذلك هو طالع وباقي من عقده سنة، فهذا يعني أن كل الأندية بتبذل كل شيء علشان تاخذه بالسعر المناسب لها، كونه لاعب متاح وأنت تشوف مستوياته قارنة بأي لاعب 6 آخر في الأندية الكبرى، تدري قديش وضعه مغري، قل لي تكفى من ممكن يفوته وهو طالع.